هذا لك رانجا اللوز. كيف اقول لك فاولا ميم من فوالتا ميم؟ وين يا نيسي؟ هذه تبيع لوز. افهموني. طفشت وقلت برجع، ما عجبوني الفريقين، احس لعبهم. اخترت اثنين لعيبه، رقم 3 في ذولي ورقم 9 في ذولي. هنا التغيير وال... يعني مين مشاكه ما تبذولي ولا مواتي مشاكه في ذولي تو اي كواشيجا كوبي ما في ما اقول لك وازيزي كيباندا اوبا مونغو مانغو اوبا مونغو اوبا مونغو pale pale golini. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وين اندليا وسامان نكوجه سجالي قلت مره انه بتجي الادوات ان شاء الله. ما قبل دويد اسوم كرا وشاف راس كيمبيا وكايت ناس يفهم ايه تشيني 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 وي ايه ديو تشيني يقول له انزل تحت وي تشيني ايه ديو هيا تبو بموجة هيا سانتي كوتش ان شاء الله تبارك الله فريق مو وصلت البيت السلام عليكم بسعيد وين ما يوم شاق عمر ما اله الا الله محمد رسول الله. يا ابو عبد الله الله اذا حلت قدرنا واعطيك مويه وتشوف سايمن قدرنا حلو. كثير سالني اليوم ليه البير اللي كان مكشوف ذاك خطر وليه ما تنزل غطاس ليه ما تغطيه. طلبت الحكومه منهم تغطيه رفض وطلبت انا اني اغطيه ونزل غطاس رفضوا بحكم انه لو ما في كهرباء بيخيسون هذاك البير اللي ينفعهم هذا سبب رفضهم. حياكم الله. صباح الخير. امس نمت حتى العشاء ما تعشيت. سلامك ويما سي جامبو. ايوه اليوم بداية يوم جديد بنزل الغطاسات وبحفر بير البرج الكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. هذه مدرسة لطيفة صالح. ايش رايكم اسوي لها زيارة انزل؟ زوري احسنت سالنا
مين بناكوز انا هون لطيف هسه عليك. ايه اسانجي هيا قال لي تفضل قلت له ابو عند لطيفة صالح السلام عليكم ده سايزي لطيفة وين كعافة لطيفة كعافة هاي لطيفة ليه تتعلم يوتي ليه تتعلم ذكروني بايام زمان السبوره دي معلم سانتي سان سانتي سان نتوشا يقول لي كفي قلت لي شوف سياره تنقل التوانكي للمواقع وانا ببدا اخذ من اليوم غطاس واركب كل ساعه برجع اخذ غطاس واروح اركبه والله يوفق يا رب وهنا حافظ الاغراض كلها حملنا الاغراض واتصل عليه الحفار وقال جاي قلت بخليهم يبدون يركبون وانا بروح للحفار يا هيا طبعا داخل الابار اذا كان الماء واجد احط انش نص ما احط انش اذا الماء مو واجد احط انش او التوانكي ما هي واجد طالعين لأول بير الآن وصلنا عند أول بير شوفون سلاج جديد الغطاس جديد كله فيه ووتر بروف بركب يعني شيء شوفون الكلبسات دي حق الأسلاك تحفظها والله يوفق شوفون هذا آخر شيء إذا جيت أركب الغطاس وخلاص أقفل البير أسوي له الهاي فايل توليج هذا الحين هذه البير إن شاء الله أبغى أقفلها خلاص ما عاد يطلع الغطاس هذا مرة ثانية البير تحت بسم الله والله أكبر بسم الله والله كمات كامبا بوري كمات كامبا خلصنا هذه 147 والماسورة 160 بعدين بنجيبها هنا بنحطها وبنحط ماسورة ثانية بنوصلهم للتانك اللي فوق خلاص هذه البير كذا قفلتها ومنتظر يخلصون الكهرب وبعد كذا ياخذون ماهم ما ودي اوصل لبيوت وكذا خلوهم يستعجلون افضل كذا انتهينا والسلك وين كتابة؟ هنا يسوون غرفة حقهم انتهينا 20 بس 20 مشينا اقول لهم مين مشى ماليزيا كازيانغو انا قلت له خلصت شغلي كواهيري نيسان انا اخويا الافو امامو ميلينزي وكلا كيتو مزوري انا ماليزيا وميم انا شكوها ما اياكم تقول لي ابغاك انا خلاص خلصنا هذه الاخت اللي اول كانت تصيح وذا بيبي وننقوك ما اجي هاي اراك جوني جو وانا بيننا مرابو يا ماجي وانا بيننا مو ماجي هاي باكا مو ماجي نبيننا ويو انا هنا سورة ياكو هاي مونقو نباركية سيما امينة امينة هاي كوهريني هاي هاي وين دواب شولة هاي شولة موجة كموجة سوا هيا حياكم الله الجميع خلصنا البير الاول وشفنا الاطفال ذولا قلت امزح معهم شوي وين ايت واناني؟ مين نعيمة نعيمة نويوي؟ زينب ايه ننقيني؟ حياكم الله الجميع يما كنا بنلحق الجمعة هنا تأخرت في القرية ذيك والله اكتب